السلام عليكم متابعي قناة نامتو 21 تي في، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، ومرحبا بكم معايا في نهار جديد مع فيديو جديد. وقبل ما نبدأ الفيديو اليوم، بغيت نشكر جميع الناس اللي انضموا للقناة، وأي واحد اعطاهم الوقت ديالو وتفرج لي فيديو من فيديوهاتي، وأي واحد خلى لي تعليق من التعاليق المزيونة ديالكم اللي كتشجعني باش نعطي أكثر وأكثر ما عندي. شكرا بزاف من كل قلبي، كلمة شكر قليلة في حقكم، ومرحبا بكم مرة أخرى، ومرحبا حتى بالناس القدامين. ودابا غندوز إن شاء الله مع وصفة اليوم اللي هي عبارة عن طبق فرنسي أشي بارمونتي، أو يمكن لكم تسميوها غراتان ديال البطاطس مع اللحم المفروم، اللي كيجي لذيذ بزاف وكيجي أكثر من رائع، وفي نفس الوقت سهل في التحضير. ما نطولش عليكم، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. هنحتاجو على بركة الله 500 غرام ديال الكفتة. هنايا بالنسبة للكفتة كل واحد يستعمل القياس اللي غادي يكفيه. عندي واحد بصلة صغيرة مشلضة، واحد خزو كبيرة، انا هنايا قطعت طريفات صغاري، يمكن لكم تحكوها في الحكاكة. عندي هنايا عود كرافس وجوج وريقات سيدنا موسى. عندي هنايا واحد معلقة صغيرة عمرة سكنجبير، واحد معلقة صغيرة عمرة قزبر بودرة. عندي هنايا راس معلقة صغيرة الفلفل الاسود عيل البزار، معلقة صغيرة عمرة الحباق يابس، يمكن لكم تستعملوا الحباق طري او الصحتر، كيبقى لكم الاختيار. عندي هنايا الملح، وهنايا الملح كيبقى على حسب الذوق. وعندي زيت نباتيه. دابا اول حاجه غنبداو بها كناخذ مقله او طنجره، غنضيفوا فيها زيت نباتيه، او لا يمكن لكم تعدلوا زيت نباتيه، مزيج بين زيت نباتيه وزيت الزيتون، قياس 3 معالق كبار. غنضيفوا ديك البصله وخيزو، وهنخليو هاد المكونات يتشحروا مع بعضهم مزيان، عاد نكملوا باقي المراحل. صافي، هنايا من بعد ما تشحروا المكونات ديالي مزيان مع بعضهم، البصله وخيزو، مباشره غنضيف لهم الكفته، وغنحاولوا نخلطوهم مزيان مع بعضهم حتى ينسجموا. نحاولوا نفتتوا ديك الكفته، كيف ما قلت لكم هنايا الكفته، يعني الكميه ديال الكفته كتبقى اختياريه، كل واحد يعمل القياس اللي غادي يكفي العائله ديالو. دابا مباشرة عندي بديك العطرية اللي عندي كاملة، وعنزيد الملح، وهنا الملح طبعا كيبقى على حسب الذوق. دابا غنزيد ديك عويدات كرافوس وورق سيدنا موسى، هادو كيبقاو غير منسمات وصافي. من بعد ما غطيب الكفته ديالنا غنحيدوهم. وهنايا اللي بغى يزيد الثوم بودره او لفصوص الثوم يزيدو، انا ما غنعملهاش، غنكتفي غير بهاد المكونات. هنايا من بعد ما دازت واحد 5 دقائق، صافي هنايا الكفته ديالنا كتكون تشحرت مزيان، كتكون ديك البصله طلقت الماء ديالها.
صافي هنايا مباشره غنضيف لها جوج مطيشات اللي محكوكين، غنخلطهم مع بعضهم. وغنزيدو لهم هنايا داك واحد معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، وغنخليهم يطيبوا مع بعضهم مزيان. هنايا الكفته ما كتاخدش طياب بزاف، غير واحد 10 دقائق كتكون الكفته واجده. ودابا غندوزو باش نوجدو باقي المكونات. غنحتاجو هنايا 1 كيلو د البطاطا، انا هنايا سبق لي سلقتها في الماء والملح. غنحاول دابا نهرسها مزيان، وغنحتاجو الحليب او كريمة الطبخ. هنا كيبقى لكم الاختيار، يا تستعملوا الحليب يا تستعملوا الكريمة. صافي غنحاول تنهرسها مزيان، صافي حين كنهرس البطاطا ديالي اولا كنبزع، صافي ما كنحسو بها يعني تبزعت معنا مزيان. هنايا عندي واحد نص كاس ديال الحليب، كما قلت لكم يمكن لكم تستعملوا الحليب اولا كريمه ديال الطبخ، كيبقى لكم الاختيار. دابا غنبدا نضيف الحليب تدريجيا، وانا كنخلطو مع البطاطا حتى كنحصلوا على واحد الخليط كيكون، يعني دابا نوريكم كيفاش كيكون. هاد الخليط كيكون خفيف، ماشي خفيف بزاف، ونفس الوقت ماشي ثقيل. هنايا زدت ديك النص الكاس الحليب كامل، وغنشوف واش باقي خصني نزيد ولا لا. دابا غنزيد هنايا قبصه د الملح، بالنسبه هنايا انا زدت نص كاس ديال الحليب، كان عندي النص وزدت يعني نص اخر، يعني دخلت لي هنايا كاس ديال الحليب عامر. ها كيفاش كيجي القوام ديالها؟ كيجي القوام ديالها بحال قوام ديال الحرشه، يعني ما كتجيش ثقيله وما كتجيش خفيفه بزاف، بحال قوام ديال الحرشه. صافي دابا غنخليوها جانبا وغنشوفوا الكفته فين وصلت. صافي هنايا الكفته ديالي دابا تقريبا واجده، غنخليها غير شويه ونتلاقاو ان شاء الله باش نوجدوا الطبق النهائي. صافي هنايا من بعد ما دازت 10 دقائق، صافي الكفته ديالي كتكون واجده، صافي طابت. دابا مباشره غنطفي لها الكاس، وغنحاول نحيد ديك عويدات الكرافس واوراق سيدنا موسى، لان كيف ما قلت لكم بغيناهم غير كمناسمات. صافي صافي دابا مباشره كناخذ المول اللي كيتخن من الفران، وغنخوي فوق منه داك الكفته. هنحاولوا نستفوا داك الكفته حتى نحصلوا على واحد الطبقه متساويه. هنايا من بعد ما قدت الكفته فوق المول، مباشره ديك البطاطا اللي بزاتها، انا هنايا بالنسبه لي ليها ملتها في البوش، يمكن لكم تعدلوها شي في البوش، يمكن لكم تستعملوها مباشره فوق الكفته. صافي هنايا غنحاول نعدلها فوق ديك الكفته كامله،
هنايا من بعد ما سالت الكميه ديال البطاطا اللي عندي كامله، مباشره كناخذ واحد سباتولا ولا معلقه، كنغطسوها في الماء بارد وكنحاول نعوض ديك البطاطا مزيان حتى كنحصلها واحد الطبقه كتكون متساويه. كيف ما قلت لكم انا هنايا يمكن لكم ما تستعملوش البوش، يعني تستعملوا غير المعلقه صافي، كيبقى لكم هنا الاختيار. صافي غنبقى نعوضها هكذا حتى نحصل لها واحد الطبقه كيف ما قلت لكم تكون متساويه ومعوضه. دابا مباشرة عندي في لافوق من الشابلور. هنايا بالنسبة للشابلور تقدروا تستعملوا الفروماج، اللي كيعجب الفروماج يستعمل الفروماج، ولكن هي هاد الوصفة في الأصل هي كما قلت لكم وصفة فرنسية كيستعملوا فيها الشابلور. هنا كيبقى لكم الاختيار، يا تعدلوا للشابلور يا تعدلوا للفروماج. هنايا انا سخنت من قبل الفران على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت، صافي غندخل الكغاطا ديالي طيب ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال طبق اليوم اللي حضرت معكم، اشي بارمونتي او لا غراتان ديال البطاطس مع اللحم المفروم اللي كيجي صراحه كيجي لذيذ بزاف، ما تشبعوش منه. انا متاكده اذا جربتوه غيرجع عندكم طبق معتمد، غتجربوه ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، لانه فعلا كيجي لذيذ بزاف. مهم ما نطولش عليكم، كنتمنى وصفه اليوم وفيديو اليوم يكون نال اعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك وتخليو لي تعليق، واللي مازال ما اشتركت في القناة تشترك، طبعا هذا فضلا وليس امرا، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وما تنساوش تشاركوا الوصفة مع الاصدقاء والاحباب ديالكم اللي كيتعم الفائدة. والى اللقاء مع فيديو ووصفة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.